صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات والسادة متابعينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد إن شاء الله يكون يوم جميل علينا جميعا بإذن الرحمن، وحلقة جديدة يا رب تعجبكم النهاردة لو تابعتوها، وإن شاء الله لو تابعتوها ستجدوا ما يسركم. جملتك الشهيرة من أولها كده عشان الناس تبقى على بينة. صباح الفل يا كريم عليك، صباح الفل والتفاؤل وكل حاجة حلوة يا رب في الدنيا على حضراتكم جميعا. وزي ما كريم قال كده، دايما احنا بنحب نبدأ يعني طاقة إيجابية، وبنحب ان احنا كمان يعني نقول ان بكرة ان شاء الله أحسن. ولو ربطنا الكلام ده بالنادي الأهلي، احنا قلنا الكلام ده امبارح برضو أنا وكريم في الانترو لحضراتكم فاكرين، وقلنا خلي عندنا دايما أمل حتى لو النادي الأهلي كان ممكن ان هو يتعثر مرة أو مرتين، بس هو بيرجع تاني يقف على رجليه ويرجع يعوض. وده يمكن اللي حصل تحديدا بالامس في المباراه، كانت حاجه محترمه جدا بجد أوي. زي ما تقول كده النادي الاهلي بيراضي جماهيره. أيوة. مهما طبعا. حصل بترجع طبعا. مره ثانيه بتستعيد الثقه في الفريق. النادي قدر ان هو يحقق فوز عظيم جدا، طبعا هنتكلم على مدار الحلقه او في الفقره كمان الحواريه على التفاصيل، لكن امبارح كانت مباراه احنا قلنا يا رب نشوف اداء حلو ونتيجه حلوه، شفنا الاثنين. فبجد كانت حاجه محترمه. طبعا هنتكلم النهارده مع حضراتكم عن كل التفاصيل، سواء في الجزء الاول من حلقتنا او الجزء الثاني. وطبعا كالعاده الجزء الثاني بيكون عباره عن فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا من خلالها الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، وتاني فقراتنا هتنورنا من خلالها الدكتوره دينا ابو السعود، وحوار مطول عن دعم المناعه عند كل واحد فينا، وطبعا ده امر في منتهى الاهميه. تعالوا بقى نبتدي على طول وندخل في موضوعنا. وزي ما كنا بنقول امبارح واول امبارح واول اول، كالعاده يعني الاهلي بيقفل صفحة عشان يفتح صفحة جديدة، عشان يقدر يكمل المشوار بقوة، وكمان عشان يقدر يعالج أخطائه. وهو بيعمل الكلام ده كله وهو ماشي في طريقه الحقيقة. ده اللي حصل امبارح قدام فاركو في مسابقة الدوري، فوز مستحق للنادي الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد، وكانت النتيجة يعني قابلة جدا للزيادة لولا شوية العكوسات الكتير اللي حصلت في لقاء الأمس. أداء جيد جدا، نتيجة أكتر من ممتازة، وده أكيد هيفيد اللعيبة قبل مباراة المريخ السوداني يوم السبت الجاي إن شاء الله، لأن احنا محتاجين كل نقاط المباريات القادمة ولا بديل عن حسم التأهل لدور الثمانية. وبرضو كالعادة لعيبة النادي الأهلي جاهزين، وإحنا برضو بدورنا كلنا ثقة فيهم إن شاء الله. متفق معاك يا كريم بجد. وامبارح أنا بحب أحط أنت عارف عناوين، يعني المباراة اللي فاتت كانت الفرص الضائعة. يعني أيوة. الفرص الضائعة. النهاردة نقدر نقول فعلا يعني صدارة وعن جدارة. إيه رأيك بقى؟ إيه الحلاوة دي؟ ده شغل عالي يا حضرات، شغل عالي بجد. قدرت إن أنت أو كونك إن أنت تحافظ بجد على الصدارة، وأنت يعني ليك مؤجلات، وبتدخل كمان ماتش المريخ وأنت مطمن على المسابقة المحلية، دي حاجة تدي دفعة كبيرة جدا سواء للعيبة أو كمان للجماهير، فحاجة محترمة. ولازم نقول إن إحنا كمان محتاجين الأداء ده والحسم ده في كل المباريات القارية القادمة بإذن الله. مش عايزين أي تهاون بقى، وإننا كمان ندخل في حسابات يعني كيفية التأهل، لأ. عندنا أربع مباريات ب 12 نقطة محتاجينهم كلهم، محتاجين كمان منهم تحديدا لو هنتكلم تسعة لحسم التأهل. وكلنا ثقة أكيد في اللاعبين والجهاز الفني، وعارفين كمان إنهم قادرين لحسم التأهل عشان نقدر نكمل المشوار والحفاظ على اللقب القاري. طبعا بعد ما تابعنا كلنا لقاء الأمس كلنا كنا مبسوطين، وأول المبسوطين كان بيتسو موسيماني اللي عبر عن سعادته بالفوز، وقال آخر لقاء أمام المقاصة لعبنا بنفس الطريقة وسجلنا 4 أهداف، وعندما واجهنا سان داونز اختلفت الأمور حيث كان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف. أشار كمان أنه سعيد بأداء اللعيبة كلهم بعد الفوز على فاركو، ودي المباراة اللي هو بيعتبر أن هي بمثابة اعتذار منه ومن اللعيبة لجماهير النادي الأهلي في كل مكان عن الخسارة أمام سان داونز في دوري أبطال إفريقيا. وكمان أكد موسيماني أن لكل مباراة ظروفها وحساباتها وفقا طبعا لطبيعة المنافس، وهو ما يعني دي من وجهة نظره دي أكتر حاجة بتحدد طريقة اللعب. طريقة اللعب ممكن تبقى مرضية للمشاهدين أحيانا، ممكن تبقاش مرضية قوي، بس من وجهة نظره في الحالتين الموضوع بالكامل متوقف على المنافس وكواليتي المنافس. أنا أتفق معاك. وفي حاجة حلوة كمان في موسيماني، موسيماني من المديرين الفنيين اللي هو يعني دايما بيشتغل على الأخطاء، بيشتغل على الإخفاقات سواء للمباراة نفسها أو حتى للعيبة. لو في لاعب عنده إخفاق في مباراة ما أو في أمر ما، هو بيشتغل على النقطة دي ومن غير ما يتكلم أو يجرح في اللاعب في أي مؤتمر صحفي. دي نقطة مهمة جدا، وده ليه انعكاس يا كريم كبير قوي على الدعم النفسي اللي احنا دايما بنقول مش موجود على فكرة عند كل المديرين الفنيين وفي كل النوادي. مش كل النوادي بتهتم بهذا الأمر ولا المنتخبات، لكن عندنا في الأهلي وكمان مع موسيماني الموضوع ده فارق بشكل كبير جدا على نفسية اللعيبة وبالتالي على الأداء في الأرض. فدي نقطة مهمة جدا. خلينا كمان نروح لأن لسه برضو في تصريحات مهمة كانت لكابتن سامي قمصان المدرب العام طبعا للفريق. هو قال إن الأهلي
الاهلي حقق مكاسب كبيره جدا بعد الفوز على فاركو، واشار الى ان الاهلي بيخوض كل 3 ايام مباراه ولا يوجد فرصه لاراحه اللاعبين، وهو ما يسعى الجهاز الفني للتغلب عليه من خلال اشراك بعض اللاعبين والتغييرات اللي بيجريها الجهاز. اكد كمان ان الاهلي اغلق ملف البطوله بطوله الدوري بانتهاء مباراه فاركو، بدا التركيز في مباراه المريخ السوداني في دور المجموعات، وقال ان الفريق دائما ما يحتاج الى دعم الجماهير لتخطي الموقف الصعب في دور المجموعات. خلينا نروح نتابع. طبعا زي ما انت قلت الحمد لله النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لنا واداء، لكن اللي انا عاوز اكد عليه برضو يعني ما نغفلش جهد اللعيبه خصوصا الماتش اللي فات. اعتقد ان احنا ادينا برضو مباراه كويسه، ممكن ما كانش في عندنا توفيق زي النهارده، يمكن الفرص اللي جات لنا في ماتش صن داونز كانت اكتر حتى من الفرص اللي جات لنا النهارده، لكن النهارده الحمد لله قدرنا نستغلها وقدرنا الحمد لله نسجل 4 اهداف مهمين جدا بالنسبه لنا، والحمد لله مكاسب كبيره واهمها طبعا عوده شريف للتهديف، قفشه النهارده ما شاء الله بيوصل تالق، حسين رجوعه برضو نفس القصه، بيت اللعيبه كلها رامي ادى اداء مميز، هاني علي معلول السوليه ديانج كل اللعيبه حتى لبيرس ولويس لما نزلوا وحسام حسن نفس القصه، فاعتقد الحمد لله الحمد لله حاجه نقدر نبني عليها، خصوصا الماتش الجاي مهم جدا بالنسبه لنا، مباراه مهمه جدا، لكن اعتقد يعني لو بنفس الاصرار دوت ونفس الاصرار اللي انت عاوز تكسب واللي انت عاوز تخلص الماتش بدري، اعتقد ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكون كرمنا فيه وان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه فيه ان شاء الله. الحمد لله يمكن هو الراجل بيشتغل كتير وبيكرر كتير وبيشتغل على الجمل كتيره وازاي يربط بين اللعيب مع بعض، فاعتقد الحمد لله كان مردوده كويس النهارده، لكن برضو هاكد ان دي مباراه خلاص عدت بالنسبه لنا، عندنا مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا في المجموعات. يمكن السنه اللي فاتت برضو كنا حاطين نفسنا في نفس الوضع دوت، يمكن خسرنا من سيمبا وتعادلنا مع فيتا هنا، ولكن قدرنا الحمد لله ان احنا نرجع تاني ونحقق البطوله، فاعتقد ان شاء الله ان حطينا نفسنا في وضع صعب، لكن ان شاء الله اللعيبه قادره ان شاء الله اللي ترجع تاني، لكن محتاجين دعم جمهورنا، محتاجين الفتره اللي جايه دي يكون في ثقه اكتر ودعم اكتر للعيبه، واعتقد ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله مش هتخذلهم باذن الله. انت عارف ان الفتره اللي جايه دي كلها يعني بنلعب كل ثلاث ايام مباراه، يعني عندنا النهارده ثلاث، عندنا السبت مباراه، عندنا الثلاث وبعد كده السبت تاني تلعب صن داونز، فاعتقد مهم جدا اللعيبه كلها تشارك تاخد دقائق كتيره يبقى في ريكفري كويس، لان ما عندناش فرصه ان انت تريح اللعيبه، فاعتقد الحمد لله لما برضو النتيجه كانت مريحه بالنسبه لنا قدرنا نعمل تغييرات ساعدتنا، برضو في نفس الوقت اللي كان برضو حمدي عنده انذار وراجل كان متخوف برضو اللي هو ياخد انذار تاني، لكن في الحمد لله برضو كانت في صالحنا، يعني ديانج برضو شارك الحمد لله بأدى اداء مميز، واعتقد الحمد لله ان النهارده يوم كويس بالنسبه لنا وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراه القادمه باذن الله. نشكرهم طبعا على الجهد دوت والاصرار دوت وتحمل المسؤوليه في وقت صعب، انت عارف لما بتخرج من هزيمه خصوصا النادي الاهلي مش متعود اللي هو يتلقى الزيام يعني، لكن اعتقد الحمد لله اللعيبه رجعت تاني فرضت شخصيتها على المباراه، كانت شخصيه قويه جدا في المباراه وقدروا يستفادوا بحاله فاركو في البدايه، اللي قدرنا كان عندنا اسرار اكتر وعندنا تصميم اكتر اللي احنا نخلص المباراه بدري، فاعتقد الحمد لله طبعا ربنا كلل جهودهم بالمكسب، لكن بقول لهم بقى عندنا مسؤوليه اكبر المباراه الجايه، وان شاء الله انا واثق ان انتم ان شاء الله هتكونوا قدها وان شاء الله تحققوا طموح ورغبات جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. طيب تعالوا بقى ننتقل لملف اخر، كشفت رابطه اللاعبين المحترفين للسكواش بي اس اي عن التصنيف الجديد للاعبات في شهر مارس الجاري. اللي حصل كالاتي، واصلت نور الشربيني هيمنتها على صداره التصنيف للشهر الكام بقى يا حضرات؟ للشهر ال 17 على التوالي بسم الله ما شاء الله. وطبعا بتاتي نوران جوهر لاعبه وادي دجله في المركز الثاني في التصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والامريكيه اماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع وروان العربي في المركز التاسع. في المقابل بقى انهى اللاعب النيوزيلندي بول كول لاعب الاسكواش هيمنه مصر على التصنيف العالمي للرجال لمده 4 سنوات على التوالي، وده طبعا بعد ما تصدر تصنيف شهر مارس الجاري عقب تاهله الى الدور نصف النهائي ببطوله ويندي سيتي، ودي تعتبر طبعا واحده من يعني اهم واكبر البطولات في هذه الرياضه. بينما ودع علي فرج لاعب وادي دجله واخر متصدر مصري لهذا التصنيف، ودع منافسات ويندي سيتي من الدور ربع النهائي، حيث انتزع بول كول الصداره من
علي فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثاني، واستقر محمد الشرباجي في المركز الثالث، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز الخامس. الحقيقة يعني كل لاعبتنا سيدات ورجال متصدرين اللعبة كالعادي، وعلى الصعيد العالمي حاجة تشرف حاجة تشرف حاجة لا لا تشرف. حاجة تشرف حاجة يعني بص مش هقول متوقعة في لعبة الاسكواش تحديدا، بس فعلا مصر عارف كل دولة كده بيبقى متميزة في رياضة ما. احنا الاسكواش من زمان جدا، الفكرة ليه محدش عارف، يعني محدش عارف السبب تحديدا، مش عايزين نعرف. بس هي القصة ان انت فعلا عندك اسامي كتيرة جدا على مدار التاريخ في مصر حققوا بطولات ورفعوا اسم مصر في محافل دولية كثيرة الصراحة. لكن لو هنيجي نتكلم على الجيل الجديد سواء سيدات او رجال، لا انت عندك اسماء يعني، وعلى فكرة نور الشربيني على سبيل المثال مواليد 95 يعني هي صغيرة في السن، وبطولة العالم الدولية للسكواش حصلت عليها 2016 و2017 وتصنيف أول عالميا، فحاجة بجد لا يعني ما شاء الله. بجد الفترة اللي احنا فيها دي والسنوات القليلة الماضية بتثبت قد إيه الرياضة النسائية راحت في حتة تانية تماما. ده راجع للتغيير اللي كان موجود في المجتمع، فكرة الثقافة اللي اختلفت، فكرة القيادة السياسية اللي بتدعم كمان المرأة والرياضة تحديدا النسائية. فكل ده بينصب في الآخر إن أنت بيبقى عندك نتيجة على الأرض مختلفة جدا، ولسه إن شاء الله مزيد من التألق. احنا متوقعين لسه صدارة كبيرة جدا. أيوة. طبعا سيدات ورجال يعني ده أكيد هيساعدنا. وفكرة كمان مش بس مجرد زي ما بيقولوا دايما إيه، بيقول لك الحفاظ على الصدارة أصعب من الوصول ليها. يعني فكرة إن أنت تفضلي محافظة، كنت لسه بقولي على نور الشربيني 17 شهر على التوالي، هي متصدرة 17 شهر ما شاء الله. فطبعا الحفاظ على النجاح أكيد طبعًا أصعب بكتير. تعالى بقى نروح لخبر برضو حلو جدا، محافظة الدقهلية وأولادها الأبطال زي ما بيتقال كده. في حاجة اسمها الووشو، هي كونغ فو أو حاجة في الكونغ فو. راحوا الشباب بتوعنا وشرفونا هناك بعد ما نجحوا في حصد 11 ميدالية متنوعة بواقع هنا، 4 ميداليات ذهبية، 4 فضية، 3 برونزية، لما شاركوا في البطولة الدولية في موسكو اسمها موسكو ووشو ستار اللي أقيمت في موسكو تحديدا من الفترة 22 ل 28 فبراير. يعني عايز أقول لحضراتكم أبناء النادي المنزلة بالدقهلية بجد متفوقين بشكل لافت للنظر في اللعبة، وراحوا البطولة بقيادة نصر إبراهيم سالم، ده مدير ومدرب بعثة الكونغ فو في الدقهلية، وحققوا نتائج يعني عايز أقول لكم هايلة جدا. أنت برضو يا كريم بتتكلم على إمكانيات مش أفضل شيء، معلش خلينا نبقى صرح لما نيجي نتكلم ونقيم نقيم صح. أنت ما عندكش الإمكانيات اللي هي توديك تنافس يعني على المستوى العالمي، رغم كل ده أنت عندك الكوادر اللي تقدر إن هي بأقل الإمكانيات تحقق يعني فوز وترفع اسم مصر، وده اللي حصل تحديدا. يعني امبارح فعلا نادي المنزلة عمل لهم تكريم كمان، لأن حاجة كلنا أكيد فرحانين بيها، وكان في وكيل حضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة وشخصيات عامة من المحافظة، وبنقول لهم أكيد مبروك استمروا. والناجح بيبقى ناجح حتى لو إيه يا كريم، يعني حتى لو إمكانياتك قليلة وأنت شخص عايز تحقق حاجة هتقدر إن أنت تحقق حاجة. وأنت بتقولي الكلمتين اللي فاتوا دول، يعني هوندا على طول مخي يعني راح لمحمد صلاح ابن النجريج اللي راح مولع الدنيا في الدوري الإنجليزي، وقد إيه قابل تحديات يا كريم في بدايته. ونفس الكلام مع الفرق طبعا، مع الفروقات، بس نفس القصة هم أبناء نادي المنزلة ولعوا الدنيا في موسكو. يعني برضو إمكانيات تكاد تكون يعني أن أنت حسيتك إيه بتحاولي تطبطبي على الكلمة، هي تكاد تكون معدومة الإمكانيات. ومع ذلك لما بيتحطوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعترك، لا أداها وقدود الحقيقة، حاجة جميلة جدا. أما بقى بالنسبة للمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس بشكل عام، فإحنا معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك، وعايزينك بقى تطمنينا على حالة الجو. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم وكمان استاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين. احنا بالفعل اليوم ممكن احنا كنا نوهنا ان احنا هنشهد انخفاض في ارتفاع في درجات الحراره، اليوم ذروه ارتفاع درجات الحراره. متوقع العظمى على القاهره الكبرى اليوم توصل ل 27 درجه مئويه بارتفاع 3 درجات عن الامس، يمكن الامس سجلت عظمى 24 في اليوم متوقع 27 ذروه الارتفاع اليوم. وهيبقى الطقس خلال فتره النهار هنشعر بيه ان هو مائل للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه خلال فتره النهار مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس. يمكن كمان اليوم في نشاط للرياح على بعض المناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه القاهره الكبرى. نشاط الرياح ده هو جنوبي غربي، قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه خاصه في المناطق الصحراويه، المدن الجديده، المناطق المكشوفه ممكن يبقى في اثاره لبعض الرمال والاتربه.
لكن من غدا ان شاء الله ويمكن من خلال ساعات الليل كمان نبدا نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، هتبدا الجبهه البارده تدخل على جمهوريه مصر العربيه. خلال ساعات الليل درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ جدا، يمكن فرق بين العظمى والصغرى هيوصل لاكثر من 15 درجه. خلال ساعات الليل الطقس هيكون شديد يعني بالنهار متوقع تكون درجه الحراره قد ايه تقريبا؟ النهارده متوقع تكون 27. لا انا بتكلم على بكره وبعد ان شاء الله. بكره انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، متوقع تكون العظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه بانخفاض 7 درجات عن اليوم. ان شاء الله الخميس والجمعه هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. الطقس خلال فتره النهار هنرجع تاني للاجواء الشتويه المعتدله خلال فتره النهار، خاصه ان غدا الخميس كمان في نشاط رياح هيزود احساسنا اكثر من انخفاض درجات الحراره. تمام. وفرص الامطار هتعود مره اخرى على سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري، لكنها امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوم. بس نتيجه الانخفاض ده زي ما حضرتك سمعتي معانا هنا هوند عطست على السيره يا فندم، عطست على السيره لما عرفت ان في انخفاض ملحوظ. هو احنا بالفعل هو في انخفاض ملحوظ، لكن هو مقارنه بين اليوم يمكن ال 20 درجه مئويه دي هنحسها معتدل، الاجواء الشتويه المعتدله مش انخفاض هنحس بالبروده، لا هنحس باجواء معتدله خلال فتره النهار. ومن السبت القادم هترجع تاني درجات الحراره في الارتفاع التدريجي، فاحنا الفتره دي فتره تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض. خلال فتره النهار الطقس يبقى دافي، خلال فتره الليل الطقس شديد البروده، فمش عاوزين ننخدع بالاجواء المستقره او الطقس الدافي، عاوزين على الاقل لانتهاء فصل الشتاء هنستمر في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، ودايما نبقى حاطين في دماغنا ان خلال فترات الليل الطقس هيبقى شديد البروده. فانا حتى لو خففت ملابسي خلال ساعات الصباح او ساعات النهار يبقى دايما معايا جاكيت، معايا حاجه تقيله البسها خلال ساعات الليل، لان الفتره دي فعلا فتره تقلبات جويه، ودايما تغيير نوعيه الملابس ممكن لا قدر الله يصيبنا بنزلات برد. طيب دكتور منار عندي سؤال اخير لو تسمحي لي، انا عايز اعرف السبب اصلا، يعني احنا زمان ما كناش بنشهد في فصل الصيف او في الشتاء يعني التقلبات دي، يعني انا مش فاكره تقريبا وحضرتك برضو تصلحي لي، يعني زمان من كذا سنه الشتاء شتاء ما بيجيش ان او توصل درجه الحراره ل 27 ده صيف، 27 ده بنشهده شهر 7 و8، فممكن نفهم ليه؟ يعني هل الجلوبال وورمنج اللي هو تغيير المناخ هو اللي اثر ولا الموضوع طبيعي؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. هي الفترة دي من السنة اللي هو شهر مارس تحديدا هو شهر انتقالي بين الشتاء اللي معروف بانخفاضات درجات الحرارة والربيع اللي هو دايما معروف بارتفاعات درجات الحرارة، فالفترة دي الكتل الهوائية عمالة بتتغير من الجنوبيات للشماليات الغربية، فدايما بيبقى في اختلاف في تغيرات في التوزيعات الضغطية، فبالتالي بيحصل تغيير في درجات الحراره، لكن ده امر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام ان احنا نرتفع درجات الحراره وترجع تنخفض، لان دي فتره كده احنا دايما بنقول يعني نهايات الفصول دايما بتاخد من الفصل اللي قبله والفصل اللي بعده. فاحنا هو مارس ده دايما معروف كده بارتفاعات درجات الحراره في بعض الايام وانخفاضات في بعض الايام. تمام، على كل حال هنتابع وتطمنا من حضرتك على الويكند، شكرا جدا ليكي دكتور منار. شكرا. شكرا. درجة حرارة 27 دي اللي بنشهدها في شهر 7 و8. أيوة. يا ست الكل، ده احنا بقينا ب 47 47 ايه؟ كان 47 انت الصيف اللي فات كان 47؟ لا مستحيل، مش فاكرة؟ لا مش فاكرة في كام موجة عدت علينا الصيف اللي فات بصفة خاصة. كانت درجة الحرارة واصلة فيها لكام؟ يا نهار ابيض، 27 ده يعتبر يعني ربيعي، لطيفة جدا 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 جدا. طيب احنا عموما هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم يعني سلسله اخبارنا المتعلقه بالرياضات العالميه، وكمان عشان نعرف اخر المستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفه، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي نروح للنادي الاهلي ونتابع اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومرستنا العزيزه سالا حامد موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح الخير عليكي، متابعينك اكيد انا وكريم كل جماهير دلوقتي 10 الصبح وقناه الاهلي، عرفينا كده ايه اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والفرق المختلفه، اتفضلي. صباح الخير، طبعا في البدايه برحب بيك يا نهاوند، واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان وجمهور 10 الصبح في الاهلي. وزي ما انت قلت يا نهاوند، بالفعل حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، ويمكن قرر مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي انه يمنح لاعبي النادي الاهلي راحه سلبيه من التدريبات مباشرة بعد مباراة أمس، مباراة الأهلي وفاركو، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 4 أهداف
مقابل هدف في المباراة طبعا اللي كلنا شفناها، وأقيمت على استاد أو ملعب استاد الأسكندرية في مدينة الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 11 في بطولة الدوري الممتاز اللي هي كرة القدم. يمكن كمان يعني قرر مستر بيتسو أنه يكتفي بس بتمرين لاعبي النادي الأهلي لمدة يومين قبل المواجهة القادمة والمواجهة المقبلة، مواجهة المريخ السوداني، ثالث مواجهة للنادي الأهلي في دور المجموعات لبطولة الدوري أبطال أفريقيا. شايف أنه بس يعني اليومين دول كفاية للاعبي النادي الأهلي، وأنه كمان مباراة فاركو وتعتبر مباراة مهمة بالنسبة له وبالنسبة لكل لاعبي النادي الأهلي، لأنه من خلالها قدر أن هو يعني يطمن على أحوال جميع لاعبي النادي الأهلي، وأنه فوز امبارح والأداء المتميز منهم ده يعتبر دافع قوي ليهم قبل مواجهة المريخ السوداني المواجهة المقبلة، أن هم يخليهم يحققوا يعني نتيجة إيجابية وكمان أداء قوي في المباراة المقبلة. ده بالنسبة للاعبي النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أنتقل وروح لجميع الألعاب الأخرى وابتدي معكم بأخبار الفريق الأول لكرة السلة رجال اللي النهاردة إن شاء الله هيستنفوا تدريباتهم مرة أخرى على صالة أمير عبدالله الفيصل الساعة 12 الظهر بعد ما حصلوا على راحة سلبية من التدريبات امبارح. ويمكن خليني أقول لك أنا هواند وكريم إنه مستر أجاستي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي يعني قرر الفترة دي إن هو يخوض بعض التجارب الودية والمباريات الودية لفريق النادي الأهلي. يمكن أول امبارح كان عنده تجربة ودية مع نادي المصرية للاتصالات على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وقدر النادي الأهلي أن هو من خلال المباراة دي يفوز بفوز كبير بنتيجة 81-58. يمكن ده يعتبر فوز كبير يعني هواند كريم بالنسبة للاعبي النادي الأهلي في الفترة الحالية، لأنه حاليا الفريق بيعاني من بعض إصابات زي عمر طارق، عبد الله ناصر، ابراهيم الجمال، وعمر عزب، وكمان في ثلاثه من لاعبي النادي الاهلي غايبين عن صفوف الفريق بسبب يعني مشاركتهم مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم لكره السله، وهم ايهاب امين، عمرو الجندي، وعمر زهران. فكده يعني لاعبي النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي ناقص 7 لعيبه، وقدر انه رغم يعني ان هو ناقص 7 لعيبه ان هو يفوز على نادي مصريه الاتصالات بالنتيجه الكبيره دي. كمان يوم الجمعه ان شاء الله نادي الاهلي عندهم مواجهه وديه اخرى مع نادي هليوبلس يوم الجمعة المقبلة. كمان سيدات السلة النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 5، والتمرين هيكون على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر. ويمكن قرر الكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الاهلي انه يخلي التمرين النهارده لسيدات السله على صاله الدكتور حسن مصطفى بسبب يعني مباراه غد، وان مباراه بكره ان شاء الله مع نادي سموحه هتقام على نفس الصاله، وهي مباراه النصف النهائي لبطوله كاس مصر. ورجال الطايره النهارده عندهم يعني راحه من التدريبات وهيعودوا يستأنفوا تدريباتهم يوم الخميس ان شاء الله الساعه 6 عشان يعني يستعدوا لبقيه المباريات في الدور النهائي لبطوله الدوري. يمكن يعني رجال الطايره او الماسترز قدروا ان هم يحققوا الفوز في اول مباريات ليهم في الدور النهائي من بطولة الدوري على نادي سموحة ونادي الطيران ونادي الاتحاد السكندري، وإن شاء الله المباراة القادمة هتكون أمام نادي هليوبلس يوم الحد المقبل على صالة برج العرب. وسيدات الطايرة النهاردة عندهم تمرين الساعة 7 عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة أمام سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجمعة المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة. وأخيرا رجال اليد النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 2، وبعد التمرين يعني هما وجميع الجهاز الفني بالكامل هيتجهوا لمدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق عشان يستعدوا بشكل قوي ويدخلوا في أجواء المباراة، مباراة غد أمام سبورتينج في الدور الثمانية من بطولة كأس مصر، واللي هتقام إن شاء الله يا هواند وكريم على صالة نادي سبورتينج. يمكن دي كانت كل أخبارنا النهاردة هواند وكريم من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة المتعلقة بجميع الفرق الرياضية. طبعا أنا معاك يا هواند وأكيد معاك يا كريم لو في أي سؤال. بشكركم جدا والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. لا احنا بنشكرك جدا على التغطية دي زميلتنا العزيزة سالة حامد، شكرا ليك. طيب نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على موقع يلا كورة وزميلة العزيزة روزان نصر اللي هتطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات في عالم الصحافة الرياضية، والجدير بذكر هيكون ليها لقاء كمان مع الأستاذة منى عمر الصحفية بالموقع. صباح الفل عليكي وعلى ضيفتك العزيزة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من موقع يلا كورة. هنبدأ بالعناوين من الوطن سبورت، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري ومروان حمدي يحتفظ بالصدارة. من روسيا اليوم، شهر مارس قد يشهد تأهل 5 منتخبات عربية إلى مونديال قطر. من موقع يلا كورة، السيتي يتخطى بيتر بورا ويصل ربع نهائي كأس إنجلترا. من كورة، التعادل يحسم ديربي الذهاب بين ميلان وإنتر في كأس إيطاليا.
طبعا هتكلمنا في تفاصيل كل هذه الاخبار الصحفيه بموقع يلا كوره. منى عمر برحب بيكي طبعا في البدايه منى على شاشه قناه الاهلي. يعني كلمينا اكتر بقى عن المنافسه على صداره الدوري بعد عوده طبعا محمد شريف التهديف. صباح الخير عليك يا روزان الاول، وصباح الخير على كريم ونهاوند في الاستوديو وكل متابعي قناه نادي الاهلي. طبعا زي ما كلنا تابعنا امبارح، محمد شريف رجع لحسه التهديفي وافتتح امبارح مباريات افتتح امبارح اهداف الاهلي في مباراته قدام فاركو. حقيقة شريف كان محتاج ان هو يسجل الهدف ده جدا عشان يقدر يرجع الثقه اللي غابت عنه، يعني في فتره مش هنقول ان هي طويله لا كانت فتره قصيره، فان شاء الله باذن الله يقدر يواصل في المباريات المقبله وان هو يسجل اكبر عدد من الاهداف. احنا عندنا دلوقتي في الصداره مروان حمدي مهاجم سموحه وبيتقاسمها مع مابوبولو مهاجم الاتحاد، كل واحد منهم مسجل 6 اهداف، فهتلاقي الفرق مش بعيد. عندنا بيرسي تاو مسجل 5 اهداف، عندنا 2 في الاهلي مسجلين 4، علي معلول ومحمد شريف. فمع اعتماد بيتو موسيماني مدرب الاهلي على محمد شريف كمان كأساسي في أغلب المباريات، فممكن شريف يضاعف الأهداف وممكن في نهاية السيزون نلاقي هو اللي حسم لقب الهداف بإذن الله. 15 منتخب طبعا حسموا مكانهم لنهائيات كأس العالم في قطر، فاضل 17. كلمينا عن المنتخبات العربية. زي ما انت ما قلتي احنا في 15 بطاقة اتحسموا، منهم 10 في أوروبا و2 في أمريكا الجنوبية و3 من قارة آسيا. يتبقى 17، بيشارك 32 منتخب، ال 17 دول في منهم 6 عرب، منهم قطر حسمت خلاص التأهل باعتبارها كمان هي المستضيف للبطولة. عندنا السعودية تقريبا برضو حسمت التأهل بتاعها، السعودية متصدرة المجموعة معها 19 نقطة وفضل لها ماتشين، ماتش مع الصين ماتش مع استراليا، فهي تكسب اي ماتش فيهم خلاص هتصعد. هيتفضل الاربعه دول من افريقيا طبعا اللي هم مصر والمغرب وتونس والجزائر. اتوقع لو ما حسمناش الاربعه على الاقل هنحسم 3، وان شاء الله باذن الله هتكون منهم مصر. طبعا زي ما احنا عارفين المباريات كلها هتتلعب في شهر مارس ذهاب واياب. مصر هتلعب السنغال، المغرب هتلاعب الكونغو، الجزائر هتلعب الكاميرون، وتونس هتلعب مالي. يعني مانشستر كمان سيتي بيكمل مشواره في كأس الاتحاد وبيفوز، هل مانشستر سيتي بيستهدف انه يحقق الثلاثية الموسم ده؟ والله هي مانشستر لو حقق بطولة الموسم ده هيبقى كويس جدا. سيتي طبعا هو دلوقتي البطولة الوحيدة اللي هو خرج منها هي كأس الرابطة اللي فاز بيها ليفربول طبعا مؤخرا. وضعه في جدول الدوري الانجليزي طبعا هو المتصدر مع 66 نقطة وراه ليفربول 60، بس ليه مباراة لسه ما لعبهاش. ليفربول مش هيدي الفرصة لسيتي لو غلط غلطة انه يعديها له، بالعكس ليفربول يقدر جدا ان هو يستغل اي نقطة هيخسرها سيتي او اي 3 نقط ممكن يخسرهم، وممكن يعني يتربع هو على الصدارة، ولو طلع الصدارة مش هينزل يعني. فدي نقطة. نقطة تانية كانت من إيجابيات ماتش السيتي امبارح بخلاف ان هو كسب 2-0 ان جريليش سجل هدف، ويعني جريليش لسه بيحاول يتأقلم على طريقة لعب جوارديولا وطريقة لعب السيتي. هو الحقيقة لحد دلوقتي من اول السيزون هو ما قدرش يقدم مردود صفقة جابها سيتي ب 100 مليون جنيه استرليني، لانه لما نيجي نبص على الاهداف اللي هو سجلها طول السيزون لحد دلوقتي اجمالا مع سيتي هو لعب 26 مباراه في مختلف البطولات، يعني سجل تقريبا منهم 4 اهداف بس. السيزون اللي فات هو اجمالا مع لا في الدوري بس مع استون فيلا لعب 26 ماتش سجل 6 وصنع 12، فيعني هو ساهم في 18 هدف، فهو لسه مش قادر يعمل او يظهر بمردود جيد مع سيتي لحد دلوقتي. خلينا بقى نتكلم اخيرا طبعا عن مباراه ميلان وانتر امبارح انتهت بالتعادل السلبي، شفتي المباراه دي ازاي؟ الديربي كان هادي جدا طبعا، أو اسمه ديربي الغضب، بس الدنيا كانت هاديه جدا امبارح. الماتش خلص بالتعادل السلبي، ميلان كان اقرب في معظم اوقات المباراه، كان ممكن يغير النتيجه من اول الشوط لانه هو جات له فرصتين كانوا خطيرتين جدا يعني، منهم انفراد بس هو اهدرهم، فكان ممكن لو قدر ان هو يستغل اي فرصه منهم كان ممكن النتيجه تتقلب لصالحه. انتر برضو حاول سواء في الشوط الاول سواء في الشوط الثاني، لكن اجمالا ميلان كان اخطر
على معظم اوقات المباراه، يعني سواء من ناحيه الاستحواذ سواء من ناحيه الفرص الخطيره، لكن في النهايه المباراه انتهت بالتعادل السلبي. طبعا مباراه الاياب هتبقى اكثر اثاره واكثر اشتعالا، بس نتمنى اكون في الملعب بس مش في المدرجات. يعني بشكرك جدا منى عمر الصحفيه هنا بموقع يلا كوره، دي كانت ابرز واهم الاخبار هنا من موقع يلا كوره. بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. نشكرك يا روزان، شكرا جزيلا على هذه التغطيه، وتحياتنا ليكي ولضيفتك الاستاذه منى عمر. طيب دي كانت الفقره الاولى واخبارنا المتنوعه زي ما حضراتكم تابعتوا. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل، واول فقره معانا حواريه واستاذ سامي، وهنتكلم طبعا في ملفات مختلفه اكيد اهمها الاهلي والمنتخب. يعني كان فوز كبير جدا على فاركو، هنرجع نقول بجد باداء رائع من لاعبي الاهلي، ورباعيه مقابل هدف، حاجه كانت محترمه وحاجه كنا بنتكلم فيها، عايزين كره حلوه وعايزين كمان نتيجه حلوه جدا. هنقفل على كل حال الصفحه بصفحه الدوري، وهنبتدي نستعد للمريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا، وهنتكلم كمان عن اختلاف اداء الفريق ما بين الدوري وافريقيا، وايه المطلوب كمان للمرحله القادمه. كل ده بس خلينا نرحب في البدايه بالاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. بونجور يا فندم. منور كالعاده. صباح الفل يا استاذ سامي، سعداء بوجود حضرتك معانا، وطبعا عندنا حاجات كتير نتكلم مع حضرتك فيها. خلينا نبتدي يعني ايه باللي حصل مؤخرا، لقاء امس الاهلي وفاركو وثلاثيه رائعه في الشوط الاول، وبعد كده هدوء نسبي لغايه لما تم تسجيل الهدف الرابع في اخر الشوط الثاني. كان لفتره طويله كان ناس كتير جدا يعني واقفين عند تفصيله كده ومندهشين منها، يقول لك ايه، يقول لك الاهلي ما بيحسمش الفوز غير في الشوط الثاني وتحديدا مع نهاياته، ويمكن في الدقيقه 90 بلس. فامبارح حصل العكس، يعني الى حد كبير المسائل اتحسبت من الشوط الاول بالثلاث اهداف اللي جم. فشفت اللقاء ازاي امبارح؟ طبعا هو اللقاء يعني بصراحه كان متذبذب الى حد كبير جدا، يعني 15 ثلاث اهداف في 15 دقيقه او اقل من 15 دقيقه، وبعدين هدف لفاركو وهيمنه لفاركو لبعض الوقت ده. يعني على قد ما اسعد جماهير الاهلي بالفوز الكبير، على قد ما انا حاسس ان هي شعرت ببعض القلق. يعني هذا التذبذب ما بين الاجاده العاليه جدا والاهداف الوفيره والتهديف المبكر جدا الى منحنى نازل شويه، وطبعا دي مدعاه لبعض القلق. لكن انا بقول ان اراده لاعبي الاهلي في تحقيق الانتصارات يعني ظاهره جدا من البدايه، وهم لازم يتعلموا من الدرس بتاع امبارح، يعني ان هم يبقوا يقظين جدا في المنظومه الدفاعيه، يعني الشكل الدفاعي على وجه التحديد. يعني ازاي بقى انا جايب ثلاثه ويجي فيها جون بعد ثلاث دقائق؟ ما دي علامه استفهام. يعني حصل صح وبعد كده صحيح، خاصه في الشوط الثاني، ولكن احنا مقبلين على تحديات كبيره جدا خلال شهر مارس الكريم. خمس ماتشات يعني ارزل من بعض. صحيح. والله مصطلح مظبوط. الماتش المريخ، ماتش بيراميدز، وماتش سان داونز، يعني ورا بعض فتره قصيره جدا. والمجموعتين دول الدوري بيحدد لك مصير الفرقه في البطولتين، الدوري وبطوله افريقيا. فبالتالي يعني انا شايف ان الاربعه لهم علامه ايجابيه جدا بعد الخساره امام صن داونز في استاد القاهره، وده بيخلي برضو كل لاعب يراجع نفسه وبيعمل ايه ما بيعملش ايه، يعني يتفرج ثاني وثالث ويشوف هو اثر في ايه واجاد في ايه، لان طبعا مسؤوليه اللعب الفريق الحمراء دي مسؤوليه كبيره جدا. طبعا. فبالتالي وراك جماهير بالملايين، انت بطل افريقيا موسم نسختين ورا بعض، وحامل البرونزيه مونديال الانديه نسختين ورا بعض، فبالتالي ده بيحط على كتافك ويديك مسؤوليه اكبر. أكيد. فلازم ازاي انا اجيب اربعه في مقاصه وبعدين اخسر وبعدين اجيب اربعه في فهنا لازم يسالوا نفسيهم انفسهم، يعني اللاعبين يعني ايه نقطه القصور اللي كانت موجوده،
ازاي انا بقى عندي جاب 3 اهداف في 12 دقيقه ويجي فيا جون بالسهوله دي وتكرر على فكره. انا برضه بقول ان اللقطه دي بتاعت الهدف تكررت. فبالتالي احنا مع التحديات المقبله استاذ كريم الكبيره جدا والخطيره جدا طبعا. وقبل ما نخش شهر رمضان كل عام وانتم بخير، لازم الاهلي يعني يستوضح موقفه من بطوله الدوري وبطوله افريقيا، خصوصا ان احنا هنحط عليهم مسؤوليه لعيبه الاهلي في منتخب مصر طبعا. مع السنغال. طب ممكن نروح شويه للعيبه بتاعتنا ونتكلم اكتر عنهم، يعني لعيبه كتير بعد العوده من المنتخب كانش الاداء بتاعها اللي احنا نعرفه، لو هنتكلم تحديدا بالاسامي هقول مثلا قفشه، هقول السوليه، هقول محمد شريف، هقول معلول، بتشوف دول ازاي؟ طبعا كل واحد له ظروفه، معلول كان عنده ظروف مع منتخب تونس، قفشه خرج من المنتخب اصلا بس اثر على نفسيته شويه، بس دي يعني مع اللعيب الكبير بيبقى تحدي. عندك ماتش السنغال وعندك ممكن تخش كاس العالم وتوصل وتبقى مشارك بشكل اساسي. فده بالنسبه لقفشه. السوليه بسم الله ما شاء الله عليه تشويد يعني الاداء لم يختلف حتى بعد ضغوطات، ثابت ومؤثر جدا مع منتخبه ومع الاهلي كويس، فرغم انه طبعا اتعور اصيب في فتره وابتعد عنها لكن رجع بسرعه وعنده اصرار وهو صمام امان جدا في وسط الملعب كويس. فبالتالي انا شايف ان يعني كل واحد عنده تحدي بشكل خاص. شريف يعني طبعا خلينا نقف عند شريف شويه، فك عقدته امبارح بالهدف الاولاني وبينم على ذكاء هجومي كويس جدا. فبالتالي لازم يستعيد الثقه دي مع نفسه هو، يعني هو يعني كان احد هداف الموسم اللي فات، وبالتالي يعني هو مش بعيد عن انه يكون هداف مميز جدا. وشريف لاعب جيد ومخلص وقوي، فيعني ايه اللي ينقصه؟ ما فيش حاجه تنقصه، بس هو بعض الثقه عشان يقدر يكمل مسيرته ويعود المنتخب مره اخرى، لانه المنتخب محتاجه. انا شايف ان المنتخب طبعاً محتاجه طبعا بلا شك في هذا المركز راس الحربه مع مصطفى محمد، محتاجه فعلا المنتخب في التحديات الجايه ان شاء الله نعدي السنغال ونوصل كاس عالم. ما ينفعش يعني يبقى محمد شريف مش موجود. وموسيماني لعب دور كبير على فكره مع محمد شريف في الاحاديث الجانبيه والتشجيع يمكن اللي احنا ما بنشوفوش بس في الكواليس، كل دي امور برده بتفرق بشكل كبير طبعا جداً. مهم جدا المدرب يبقى حاسس بكل لاعب في الفرقه، عنده مثلا 30 35 لعيب حاسس بكل واحد فيهم، ودي نقطه عند موسيماني بصراحه فعلا، يقعد معاه ويتكلم معاه ويعلي مخارجه الفنيه في الملعب وروحه المعنويه، دي صحيح. مساله مهمه جدا. والتجهيز النفسي ده يعني شريف زعل شويه لما كيروش اشركه بضع دقائق وسحبه صحيح 10 دقائق تقريبا، فدي لا، لكن دور موسيماني ودور كروش كمان هم يرجع اللاعب لحالته الطبيعيه. وانا شايف ان الاهلي مطالب في الفتره الجايه انه يعلي من اصراره في التحديات اللي جايه، وكل لعيب يبقى طبيب نفسه. طبيب دي مهمه جدا يا نهاوند. ليه؟ لا لازم يحاسب روحه زي ما قلت في البدايه، يشوف هو عامل ايه في الملعب ومؤثر في ايه واجاد في ايه. طبعا يعني احنا شفنا اكثر من اهدار اكثر من فرصه، الاربعه دول مش كفايه، ميكاسوني مضيع وبرستاو مضيع وقفشه مضيع وحاجات سهله، حاجات ممكن نندم عليها، وده السيناريو ده حصل برضه. ما هو الواحد مش فاهم ليه، يعني انا وكريم كنا امبارح تحديدا بنتكلم في ده، التاتش الاخيره او اللمسات الاخيره ليه احنا عندنا ازمه فيها مؤخرا، يعني مش في مباراه او اتنين، فعلا في كذا محيرة. حاجه كومن، الموضوع محيره ما فيش اجابه. اللمسه الاخيره دي كمان هي اللي بتحرمنا من التسجيل والتهديف. ما هي اللي بتحرمنا، انت بتعمل كل حاجه في الملعب بالزبط. وتيجي في اللحظه الحاسمه تغيب. طب ما هو ده برضه ممكن نضيفه للتساؤل اللي حضرتك طرحته من شويه، وبالمناسبه يعني السؤال ده سؤال منطقي جدا ومشروع جدا، فكره التذبذب الملحوظ في الاداء وفي المستوى وفي النتائج،
محليا وقاريا، يعني بنلاقي مباراه كلنا مستصعبينها نلاقي الاهلي بيفوز فيها بالاربعه، وارد جدا النسبه تكون يعني كانت معرضه للزياده، ومباريات ثانيه المفروض ان هي محسومه نلاقي تعادل نلاقي هزيمه. يعني التذبذب ده اللي حضرتك يعني بتتكلم عنه، انت شخصيا شايف ايه الاجابه عليه؟ يعني سببه ايه؟ هو الاجابه عند موسيماني نمره واحد. لما نجتهد ونقول ان يعني هناك يعني لازم اللعيب اللي يجي له كوره لمسه كثيره يبقى مستعد لها قوي وجاهز نفسيا، يعني دي نقطة مهمة جدا، يعني التحضير النفسي يعني اللي بيعمل الفروقات ده دروبات نفسية؟ إلى حد كبير. يعني أنا برس تاو امبارح منفرد من نص الملعب بكورة وراح حطها في رجل ما حطهاش تقريبا، هو تقريبا ما حطهاش، هو لمسها لمسة هو ما تفهمش إيه اللي حصل معاه، عايز يعديه بلمسة خفيفة كده. لا يعني عندك يمين عندك شمال يعني وفض نفسك، مش لازم تروح في جسم الحارس يعني. فدي مذهله جدا التصور. في يعني قفشه برضه في ماتش سان داونز اهدر فرصه سهله جدا كانت ممكن تغير الحسابات في المجموعه. فيعني يعني اللاعب لازم يحاسب نفسه من المقام الاول ويكون في تنويع في انهاء الهجمات، مش بس لمسه يعني احنا يعني الاهلي بنسبه كبيره جدا بيلعب اللونج باس على راس الحربه على اساس ينفرد خلف الدفاع ويحاول ينفرد، في تسديد في الكرات الثابته لحد دلوقتي مش مستغله بشكل كويس. انا في فرقه الاهلي انا شايف كده الكرات الثابته مش مستغله بشكل كويس ولا الضربات الركنيه يعني حد. فبالتالي يعني لازم يكون في تنوع في ضربات الحاسمه في النهايه، يعني في تنوع. طبعا دي مش مسؤوليتي ولا مسؤوليه اي حد، مسؤوليه المدير الفني اكيد، ويكون اللاعبين يعني بيثمنوا الفرصه، ما يبقاش يعني كده سهل. احنا خسرنا ماتش سان داونز وكان ممكن نفوز بيه، يعني ماتش سان داونز ده صحيح ضربه قاتله في الدقيقه حاجه و80، فلما كان ممكن نفوز بيه بسهوله في اكثر من فرصه ضايعه. ليه؟ ليه؟ عشان كده انا بقول يعني محتاجين كل لاعب محتاج يحاسب نفسه ويشعر بقد ايه الجماهير منتظره منه اكثر من كده. طيب نروح لملف افريقيا والناس كلها او يعني البعض خليني اقول بلاش اجمع مترقبه وعندها قلق، هل موسيماني هيقدر ان هو يلعب بشكل مختلف عشان مباراه المريخ؟ طب هل احنا نقدر ان احنا نفوز في الدقائق الاولى؟ طب هو ايه اللي مطلوب من الفرقه علشان ان هي تحسم الموضوع في يعني خلينا نقول بسهوله؟ يعني لا اسئله كلها مشروعه من الجماهير، بس خليني اعرف وجهه نظر حضرتك. انا ارجع ورا شويه ماتش سان داونز، انا شفت التشكيل قلقت تشكيل يعني الى حد ما دفاعي في ملعبي وانا عارف قدر سان داونز ومذاكره كويس فبالتالي المهم قوي التهديف المبكر، التسجيل المبكر بيريح الفرقه ويخلينا امسك زمام المباراه. طبعا يعني التشكيل كان دفاعي لحد ما في ماتش سان داونز، فبالتالي احنا ما عندناش خيارات، الاهلي ما عندوش خيارات في المرحله الجايه في الماتش، عنده ماتشين مريخ 5 سان داونز 11 او 12 اعتقد في بره، والمريخ الثالث 18، مش عارف بقى هتلعب في القاهره ولا هتلعب في السودان. طبعا يعني في كلهم في شهر مارس ورا بعض، فيعني هناك تحديات قويه جدا. المطلوب من يعني المطلوب ان لعيبه الاهلي يكون عندهم احساس بالموقف ده، طبعا معاهم موسيماني اكيد طبعا اكيد طبعا، يعني والسعي للضغط على الخصم هو ده العنوان اللي خرجنا منه ماتش المقاصه وماتش فاركو. هو احنا حسابيا محتاجين 9 نقاط للتاهل، تعتقد الاهلي قادر على حسم الملف ده، قادر على ان هو يتحصر عليهم قبل الوصول للجوله الاخيره؟ لا ان شاء الله ان شاء الله، يعني معانا المريخ 5
وصن داونز 11 او 12 وبعدين مارخ ثاني 18. يعني بغض النظر عن التواريخ خلينا في المبدا نفسه الفكره نفسها يعني هل ده ممكن يحصل وباريحيه ولا ممكن ما يبقاش الموضوع بالسلاسه اللي احنا متوقعينها؟ مسؤوليه البطل لازم نضعها نصب عيننا. مسؤوليه البطل، انا بطل افريقيا موسمين نسختين ورا بعض، برونزيه كاس العالم نسختين ورا بعض، فلازم دي تعلي عند لعيبه الاهلي مسؤوليه البطل، وانه لازم يجتاز الموقف الصعب اللي هو يعني الاهلي عنده نقطه واحده من الماتشين، مطالب في انه يحقق على الاقل الماتش الجاي مع المريخ ثلاث نقط، والماتش اللي بعده مع سان داونز في هو صحيح في جنوب افريقيا، بس زي ما عملوا معانا لازم نعمل معاهم يعني. طب. لازم نستهدف الفوز في هذه المباراه هناك، لان ده الحل الوحيد لفك التشابك بالمجموعه وفتح الطريق قدام الاهلي انه يكمل مسيرته. لان طبعا لو قلنا ان هنكش من ماتش سان داونز اللي بره، لا احنا متعودين نلعب في جنوب افريقيا كتير قوي ولعبنا وفوزنا اكثر من مره هناك، فمش جديده يعني اللي عملوا معانا نعمله معاهم يعني. طبعا. بس لازم يكون في اراده الفوز واضحه جدا بدون خوف من في التشكيل في خطه اللعب بدون قلق يعني، لازم نتحدى انفسنا في هذه المباريات الاولى والثانيه. المريخ يعني انا قبل ما اخرج من هنا اعتبر ان نقاط المريخ يوم 5 في جيب الاهلي. يا ريت ان شاء الله. فيبقى الاهلي هيبقى عنده 4 وهنروح بعد كده صن داونز، ولازم يعني مش هقول لك نرجع بنقطه، لا نرجع بالثلاثه عشان نفك التشابك ده. مفيش رفاهيه ان احنا هنرجع، لا مفيش اختيارات ثانيه. لازم يعني انا لازم احط نفسي كبطل، الاهلي لازم يحط نفسه كبطل، والرساله دي لازم توصل للعيبه كلها مع انفسهم، مش مني صح. ولا من الاعلام ولا لا، هم مش صغيرين، لعيبه كبار وشرفونا في كاس العالم انديه وعندهم احساس بالمسؤوليه، بس يعني حتى لو في شويه اجهاد وضغط انا اعذرهم بصراحه. 5 ماتشات لا ضغط غير مصبوط جدا، احنا بنتعب بمجرد متابعتهم ما بالك اللعيبه نفسها. على كل الاحوال خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك الكلام. طيب احنا لسه كلامنا مستمر وحديثنا مع الاستاذ سامي، وكنا بنتكلم عن ملف افريقيا والمباراه المرتقبه مع المريخ وازاي ممكن ان احنا نحسم المباراه يعني من الدقائق الاولى، وفي نفس الوقت برضو عايزين نفهم طب المريخ من وجهه نظر حضرتك استاذ سامي، حضرتك من كلامك انا استشفيت انا وكريم ان المباراه محسومه لصالح الاهلي، بس بتشوف برضو المريخ يعني طريقه لعبه هتبقى ازاي؟ هل احنا نقدر نتكلم ان هو هيبقى بيدافع، فاحنا المفروض ان احنا يعني نخرج او نحاول نفكك هذه التكتلات دفاعيه للخصم؟ خلينا نعرف. بس انا ما قلتش المباراه محسومه. لا انت قلت احنا 4 نقاط معانا. لا قلت حصل ولا ما حصلش يا كريم؟ لعيبه الاهلي عمر كله متسجل كده. لا احنا نرجع للحلقه بقى. لازم لعيبه الاهلي لا باذن الله طبعا لازم لعيبه الاهلي يعملوا حسابهم من ال4 نقاط دي معاهم باي شكل من الاشكال. تمام. مباراه ان شاء الله في ملعب السلام يوم 5 والمريخ عنده 4 يعني طمعان اكيد في المباراه وطبعا في الصعود والاستكمال البطوله، فبالتالي اي تصور للتهاون مع فريق المريخ لا، فرقه عامله نتائج مش بطاله وقدامها فرصه للتاهل، فبالتالي هتبقى مباراه صعبه جدا قبل ما نروح المباراه الثانيه اللي مش عارف هتبقى تلعب فين. يعني هيلعبوها في ملعب السلام زي ما طلبوا ولا هيروحوا السودان تاني؟ اعتقد ان هيحصل تحول في الموقف نادي المريخ، فبالتالي يعني انا شايف ان مفتاح البطوله في المباراه دي، مفتاح البطوله استكمال البطوله في مباراه المريخ قبل حتى ما نروح صن داونز وجنوب افريقيا ونستضيف الهلال هنا، لازم اخد ال4 نقاط دول عشان يعني على الاقل اتساوى مع المريخ على الاقل،
ويبقى ضاغط عليه وهو هيشتغل ان ده ما يحصلش، يعني ده 100%. ده أكيد. فهل هيدافع ولا هيهاجم من وجهه نظرك؟ لا انا اتوقع يعني لسه بدري شويه، بس اتوقع ان هو هيأمن دفاعاته بشكل قوي جدا. ودي فرصه للاهلي، يعني هو الاهلي لما بيلعب قدام فرقه بتلتزم بالدفاع يعود بقى بالكرات الثابته او العرضيه يعني حضرتك، فبيبقى ضاغط بشده واكيد هيدرك هدف ان شاء الله. يعني كنا بمشيئه الله، انا متوقع كده لتقدير للاهلي ولانه بطل بيشرف مصر، فبالتالي انا شايف ان الفرصه الفوز حتميه ومسؤوليه كل لاعب في الفرقه مع موسيماني طبعا ان شاء الله. طيب احنا كده كده اكيد هنرجع للاهلي مره ثانيه، بس خلينا نحود كده شويه على المنتخب ولقائي السنغال. واعتقد ان الفتره اللي فاتت كان في مساحه وقت كافيه وفرصه كافيه قدام كارلوس كيروش ان هو يبص بصه كده على اللعيبه اللي في الدوري المحلي. هل ده معناه ان احنا ممكن نشوف في لقائي السنغال عناصر جديده يطعم بها القوام الرئيسي والتشكيل الرئيسي للمنتخب؟ يعني مش هيخرج عن ممكن قفشه، يعني مش كتير، يعني لانه طبعا يعني الزخم اللي خده في البطوله العربيه وبطوله افريقيا يعني يخليه يعتمد بشكل كبير على اللعيبه اللي وقفوا ووصلوا لوصافه بطوله الافريقيه بقوة يعني. فبالتالي التغييرات في عناصر مباراه السنغال، مباراتي السنغال مش هتكون كبيره، عشان ما يبقاش فيه مغامره زياده عن اللزوم. هم واحده هنا واحده هناك، يعني انت داخل في تحدي صعب ومع فرقه مش قليله، يعني فرقه لسه خارجين منها قريب ووجدنا صعوبات كثيره قدامها. يعني ده لازم نكون واقعيين، يعني قدامنا شفنا قدام فرقه السنغال صعوبات كثيره جدا، بغض النظر عن انه فاز بضربات ترجيح ولعبنا 120 دقيقه، لكن المباراه ما كانتش سهله. فبالتالي لازم المباراه النهائيه تتحط في افريقيا، تتحط في الاعتبار وفي ذهن كل كروش ومساعديه واللاعبين. فبالتالي انا ما اتوقعش تغييرات كبيره في هو كروش اعلن الخمسه اللي هيجوا من المحترفين، صلاح وتريزيجيه والنني ومرموش ومصطفى محمد، دول الخمسه اللي هيعتمد عليهم. وبالتالي فالثقل كله يعني اللاعبين المحليين ان هم يكملوا المسيره دي، ومنهم نخبه مميزه جدا من لعيبه الاهلي على رسوم الشناوي الحمد لله اللي هو أصبح في حالة فنية وبدنية طيبة جدا. فبالتالي المرحلة الجاية مع المنتخب مصر مش محتاجة تقليب في أوراق، لا أنا أخش بنفسي خبراتي مع المنتخب السنغالي اللي لعبت فيه مع نهائي أفريقيا، وأستدعي روح الثأر والتحدي عندي عشان على الأقل في المباراة الأولى أأمنها بهدفين ان شاء الله. هي دي النقطة، هتبقى صدمة مش حلوة لا للجماهير خلاص ولا حتى للمنتخب كلاعيبة. يعني اعتقد هيبقى في مشكلة كبيرة إذا لم يتم يعني الحسم، يعني هنقول نسبيا التأهل في القاهرة، لأن كده هيبقى صعب جدا. أنت عندك 60,000 مشجع على أرضك، أنت الأجواء كلها معاك، فلو أنا ما حسمتش من هنا لا اعذرني هيبقى الشيء صعب للغاية. يعني لو متفق معايا علينا أن نتفائل، طبعا متفق معاك. ماشي احنا هنتفائل، بس خلينا يعني نفرش الموضوع بشكل يعني فارق ونقول يعني دي مسؤولية، طبعا مسؤولية كبيرة جدا. طبعا انت على بعد خطوه والثانيه من المونديال، يعني اعتقد الجماهير المصريه اللي انا عايز اقوله مش هتسامح في ده. خلينا نقول ان شاء الله خصوصا ان حوالي 60,000 هيكونوا حاضرين اللقاء، هتكون مسانده بقوه جدا، وهتكون عامل يعني فاصل في ان شاء الله تحقيق النصر لمصر. يعني اتمنى يكون بهدفين على الاقل، بهدفين على الاقل، لان طبعا فرقه السنغال لا يستهان بها اطلاقا. ومطروح دكار هتبقى معركه جامده جدا، ولكن احنا واخدين على اللعبه في افريقيا بسهوله وثقه، بس لازم يكون ظهرنا يعني محمي بكفايه ومش محطوطين تحت ضغط زياده. فان شاء الله اكيد كروش بيفكر نفس التفكير اللي حضرتك بتفكري فيه،
المصريين كلهم يعني بنفس فكر المصريين، كان مسؤوليته كمدرب محترف كبير وله قيمه ومشاركات في المونديال متعدده، فبالتالي يعني بالتالي انا شايف ان فرصه منتخب مصر لتحقيق الفوز القادم ان شاء الله مش بعيده، وفوز مطمئن وبركه في جماهيرنا ان شاء الله. ان شاء الله. هو الواحد برضه ساعات بيقلق من حته فرق عدد المحترفين اللي عندنا، احنا بنعد عندنا لعيبتنا مواعيد غنماتك يا جحا، احنا عندنا خمسه هذا عد ايه؟ غنماتك يا بابا. لا دي انا يعني هو ايه اللي هو العدد محدود يعني، لكن هم السنغال عندهم عدد اكبر بكثير من المحترفين. لا هم كلهم محترفين تقريبا. كلهم انديه محترمه، فانديه محترمه جدا، بس العب كوره انت، الكوره مش بعيد عنك يعني، يعني مش يعني وما نجيش على صلاح قوي، لا لازم كلنا يبقى مصادر القوه والتهديف متعدده في الفرقه. دي نقطة مهمة جدا يعني، يعني وزي ما قلنا على الأهلي الفرصة اللي تجيلك ما تتهاونش فيها، يعني اختمها ختام صح وهدف، وإن شاء الله كل الخير لمصر. حضرتك كمان ختمت الفقرة دي ختام صح، بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، دايما بنسعد بوجود حضرتك وإن شاء الله. شكرا لك استاذ سامي، وإن شاء الله خير يعني، طالما حضرتك توقعت إن شاء الله خير. خير خير إن شاء في تفاؤل للأهلي ولمصر إن شاء الله بإذن الله. على كل حال أنا بشكر حضراتكم، في فقرة أخيرة طبية هتكون مع كريم الدكتور دينا أبو سعود، أنا وكريم إن شاء الله بعد كده نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي. يا اهلا بكم مره ثانيه، عوده ل 10 الصبح في الاهلي. طبعا كل اجهزه الجسم الحيويه كلها سبحان الله كلها اهم من بعض، ولكن في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بصفه خاصه ومع انتشار كورونا واوميكرون والمتحورات اللي كل يوم والتاني بنسمع عنها خبر جديد، يعني ده بيخلي ان لجهاز المناعه اهميه استثنائيه في هذا الوقت وفي هذا الزمن. عايزين نتعرف اكتر من خلال فقرتنا دي على جهاز المناعه، هو ايه، بيشتغل ازاي، ازاي نقويه، ايه الفيتامينز اللي بيحتاجها الجسم عشان يحافظ على مناعه قويه، كل ده ويمكن اكتر كمان من كده شويه هنتكلم فيه مع دكتوره دينا ابو سعود، المدير او المسؤول الطبي لمؤسسه او لشركه بايو ناتشرز اللي منورانا في حلقه النهارده. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله حلو. طبعا جهاز المناعه مهم في كل زمان ومكان، ولكن في اليومين اللي احنا فيهم دول اكيد الاهميه بتزيد. فنعمل ايه عشان تكون مناعتنا قوية، وبالمناسبة إيه الأعراض اللي لو ظهرت علينا نستشعر ونفهم إن إحنا عندنا مشكلة هنا في المناعة؟ جهاز المناعة مهم جدا جدا، لأن هو الجهاز اللي ربنا خلقه الدفاع أو الخط الدفاع الأول لأي فيروس، ومش بس الفيروس والبكتيريا وحتى الخلايا السرطانية. مهم قوي ان احنا نعرف ندعم مناعتنا لاي حاجه، مش بس لكورونا، احنا ندعم مناعتنا لاي نزلات برد تانية طبعا. ندعم مناعتنا لاي اكل مش صحي بناكله او اكل فيه بكتيريا، لازم طول الوقت مناعتنا تبقى قويه. ازاي نقدر نقوي مناعتنا؟ بحاجات كتيره جدا يعني، اولا الرياضه مهمه جدا، شرب الميه مهمه، النوم في بالليل يعني النوم الثمان ساعات يبقى ليليا عشان ده اللي بينتج لي خلايا دم بيضاء. الاكل الصحي مهم جدا، كل الحاجات، وعدم الاكثار او الافراط الشديد في الانتيبيوتكس. انتيبيوتكس مهمه لكن بتبقى الدكتور اللي بيكتبه بنمشي عليه. احيانا كتير بتلاقي ناس لو عملت كده بس يلا مضاد حيوي، لا، لان الاكثار منها مش حلو، الاكثار من المسكنات عمال على بطال، كل الحاجات دي عشان كده الانتي بايوتكس والمسكنات في دول الغرب ما ينفعش تاخديها كده مع نفسك، لازم يبقى معاكي روشتة من الطبيب، لازم الدكتور هو اللي يكتب لي على. طب احنا ليه عندنا الثقافه دي مغلوطه للدرجه دي؟ ده من زمان يعني احنا بنصرف لبعض حتى على سبيل النصح يعني، لا خد مثلا الاسم الفلاني عشان انا جربته وعمل معايا شغل زي كده. ايه اللي احنا بنعمله في نفسنا ده؟ طبعا المضادات الحيويه مهمه جدا جدا، لكن لما تبقى الاعراض اللي تستدعي للمضادات الحيويه، الحراره العاليه جدا، التعب الشديد قوي، الكحل، يعني حاجات، لكن مش مثلا صحيه من النوم مكسله او حاسه اني تعبانه فخايف او انه او حتى ياخد مضاد حيوي كوقايه، لا تمام. فلازم الثقافه دي تتغير، وثقافه كل يوم 10 مسكنات دي تتغير برضو. المسكنات للضروره.
ده مهم. وكثره طبعا السكريات، كل الحاجات دي، ان اول ما بناخد سكر كتير ده بيهدلي المناعه تماما. فنحد من كثره السكريات، والمشروبات الغازيه نشربها بالمعقول عشان الفيتامينات والمعادن مهمه جدا. طيب جدا للمناعه. لو حصل لي ايه افهم ان انا عندي مشكله في المناعه؟ لو حصل لي اكيد ممكن مشكله في الجهاز الهضمي، لو عندي اي مشاكل في الجهاز الهضمي ده ممكن ده يؤدي الى خلل في المناعه. فعلا؟ اه طبعا، يعني لان المايكرو بحس ان ده كان يعني فكر يمكن بالنسبه لي انا بعيد شويه. يعني هي المعده والامعاء مهمين جدا، لان اوريدي فيهم المايكرو، يعني يمكن جهاز المناعه فيه خلايا الليكوسايتس اللي هي خلايا الدم البيضه دي، الخلايا المناعيه. بتشتغل مع المايكروبيون. المايكروبيون دي البكتيريا النافعه اللي موجوده في الانتستين او في الامعاء. أوكي. فلازم نعتني. موجوده رباني لوحدها؟ دي موجوده رباني، دي مهمه جدا، لان بتموت لي البكتيريا الضاره، وبتكمل تفتيت الاكل، لان الاكل مش المفروض ان هو يعني البروتين لازم يتفتت وناخد الاحماض الامينيه. أوكي. يدخل الدم، مش المفروض ان البروتين نفسه هو اللي يخش الدم. تمام. ده يعمل لي خلل في المناعه، يعمل لي امراض مناعيه. فلازم لان البروتين لو دخل الدم هيجي الخلايا الدم البيضاء تروح تهاجم الاكل. انا عايزه خلايا الدم البيضاء تفضل البصيله بتاعتها سليمه، ربنا خلقها تهاجم الفيروسز والبكتيريا. أوكي. مش تهاجم اكل، او يبتدي بقى يحصل خلل، تهاجم العظم وتعمل لي التهاب مفاصل ريموتويدي، تهاجم الغده الدرقيه، تهاجم البنكرياس، تعمل سكر نوع اول، تهاجم خلايا الشعر وتعمل الوبيشيا وتوقع الشعر. لازم نعتني جدا بجهازنا الهضمي عشان ما يحصلش بس خلل في المناعه، ان المناعه خلاص هي معموله تهاجم الفيروسز. حلو. طيب ايه اهم المعادن والفيتامينز اللي لازم نبقى دايما يعني بنحصل عليها باستمرار عشان ندعم المناعه بتاعتنا؟ من اهم الفيتامينات والمعادن اللي موجوده عشان ادعم مناعتي فيتامين سي، من اهم الفيتامينز، او اهم فيتامين لدعم، مش من اهم، اهم فيتامين لدعم المناعه فيتامين سي. اوكي. ده رقم واحد. عشان كده ايه موضوع ايه، اول ما يجي تلاقي مثلا الام الولد جاله برد بتشربه على طول برتقان. على فكره الكريز فيه فيتامين سي اكتر من البرتقان، التوت فيه فيتامين، الكيوي فيه فيتامين سي اكتر من البرتقان، والشمس فيها فيتامين سي زي طبعا، وفيتامين د، بس في توقيتات معينه بتهيألي يا دكتوره، مش يعني في اوقات معينه الجسم بيمتص فيها يعني الشمس. بناخد منه فيتامين د، الفيتامين د اكيد مهم للمناعه. لكن التعرض للشمس من غير سان سكرين، يعني ممكن اتعرض للشمس بس احط السان سكرين على وشي، واخد سبلمنت فيه فيتامين اي وفيتامين سي، لانه الاثنين دول بيمتصوا اشعه الشمس. اصل انا تقريبا اتلخبطت، انا كنت فاهم ان اشعه الشمس فيها فيتامين سي مش دي. لا، فيتامين دي. دي. وفيتامين دي مهم جدا 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 للمناعه طبعا. أوكي. طبعا، وبالذات في حالات البرد كمان دايما، وده برضو موروث اجتماعي كده من الامهات والجدات بتوع زمان، برضو ما يكون الولد الصغير عنده دور برد بيكونوا حريصين جدا ان هو طبعا يتعرض لاشعه الشمس في توقيتات معينه والمده معينه. صح، لان فيتامين دي مهم جدا. فيتامين سي المفروض ان احنا فيتامين سي لو هتكلم عنه المفروض ان يبقى ما ناخدش اقل من 1 جرام. 1 جرام ايه يا دينا، ده كتير. لا، هو 1 جرام حلو جدا. وده موجود بقى في قلب مالتي فيت؟ قلب مالتي فيت فيه 500 ملي جرام، نص. اوكي، النص. عشان ادي برضو قابليه ان الناس تاكل اكل صحي، فدي حاجة مهمة. المعدن المهم للمناعة جدا اتنين، زنك ونحاس. الكابر، الزنك مهم جدا للمناعة، مهم جدا للليكوسايتس. في ايه؟ بيعمل ايه؟ بيدعم الليكوسايتس، بيدعم المناعة بتاعتي، بيدعم خلايا الدم البيضة، بيدعم جدا المعدة. قلت ان المناعة خلايا دم بيضة والمايكروبيون. الحمض المعده بيحب جدا الزنك، وبيشتغل بكفاءه مع الزنك، عشان لو البكتيريا اكلناها في اكل مش نظيف الميكروبيون يشتغل كويس. الكابر مهم، الزنك ما يشتغلش من غير كابر، فلازم يبقى مع الزنك على طول كومبلكس اسمه. أوكي. زنك كومبلكس او كليتس. أوكي. زنك لازم يبقى معاه كابر يسنده يشغله. بمناسبه المعده والكلام عن المعده، هل لو انا باخد كل يوم، لان انا عارف منك من عادات سابقه يعني او فقرات سابقه ان الت مالتي فيت بيتاخد حبايه كل يوم بعد الفطار
ممكن لايف تايم يعني. آه صح كده؟ هل ده ممكن يأثر بأي شكل من الأشكال على جدار المعدة؟ الناس اللي عندها مشاكل في جدار المعدة، التهابات، عسر هضم، في قرحة؟ طبعا مشاكل المعدة كتيرة، وعلى طول بقول أي حد يحس بأي حاجة يجري على دكتور الجهاز الهضمي، ما يستناش يوم يوم، لو ما ياخدش أدوية حموضة من نفسه. هو ما يعرفش هو التعب المعدة، عندي حموضة عالية، عندي حموضة واطية، وممكن يفتي. فلا ما فيش فتي في الطب، ما تاخدش حاجة للمعدة غير الدكتور اللي يوجهك على طول. يا ده احنا طول عمرنا مالين مالين نفسنا. لا انا انصح بده جدا، بقول لك بنصرف لبعض ادوية وننصح بعض بروشتات، والله العظيم حاجة عجيبة ده فعلا جدا. يعني بنحاول ان احنا نجتهد، بس ده مش صح يعني. يعني طبعا لازم كل الادوية تتاخد مع الدكتور. طبعا البي مالتي فيت هو مش علاج لأي حاجة خالص، هو داعم وما بيأثرش على المعدة، هو بالعكس المعدة هتحبه جدا، لأن زي ما أنا قلت زنك مهم جدا للمعدة. فما عنديش أي مشكلة إن هو يتاخد. لو عندي مشاكل في الجهاز الهضمي همشي على رشدة الدكتور والأدوية الدكتور بيكتبها، وآخد ألب مالتي فيت قرص واحد بعد الفطار. أوكي. بعد الفطار عشان أدعم، لو أنا عايزة مناعتي تقوى نازلة خارجة هتعرض لأي مشكلة، يبقى الدنيا تمام معايا وطاقتي تمام. طبعا دي تراكيز على الشاشة، دي تراكيز ألب مالتي فيت بكل الفيتامينات. انا النهارده بخص اكيد فيتامين سي، وبخص الزنك، وبخص الكابر معايا في المناعه، لكن اكيد عندي كمان فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، وعندي كالسيوم داخل الب مالتي فيت. اكيد لازم اقول ان الب مالتي فيت واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، فدي حاجه مهمه وامنه جدا ان انا اخد مكمل غذائي ببلعه مرخص، واكيد موجود في جميع الصيدليات. ويا ريت اللي بيتفرجوا علينا يعملوا سكرين شوت على شكل العلبة، عشان يمكن عميل بعت لي أو كذا عميل بعت لي أنه راح الصيدلية الفلانية فلقى لسه خلصان، أو لسه ما وردنالوش الألب مالتي فيت فبيطلع بديل. ما عندناش بدايل إطلاقا، لأن ألب مالتي فيت مختلف تماما عن أي مالتي فيت موجود. في إيه؟ أنه داعم للأكسدة، عندي فيتامين سي وعندي فيتامين إي، داعم للطاقة، عندي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه من 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12، الكوبالامين مهم جدا، عندي الكالسيوم داعم للعظم، عندي الزنك والنحاس وفيتامين سي داعمين للمناعه. اوكي. فالحقيقه انا شايفه في اختلاف يعني بينه وبين المكملات الغذائيه الاخرى، فانا ما عنديش بديل. فده مهم ان انا اعمل سكرين شوت ونقول للصيدلي هو ده الب مالتي فيت ومش عايزين بديل ليه. طيب نرجع مره ثانيه للمناعه، هل البني ادم مننا بيتولد بمناعه قويه وبتستمر معاه طول حياته بنفس القوه، ولا مع التقدم في العمر المناعه بتقل، او مع السلوكيات والعادات الغذائيه والحياتيه الخاطئه المناعه بتقل؟ كله مكمل بعضه. ازاي؟ كله. يعني السلوكيات الخاطئه اكيد حتى لو انا مناعتي قويه هيدها. يعني زي ما انا قلت السلوكيات، التدخين بيأثر على المناعه، النوم المقلوب، اليوم المقلوب وعدد ساعات النوم القليله، فطبيعي حتى لو مناعتي كويسه وانا عملت السلوكيات دي اكيد هأثر على المناعه بتاعتي. امراض المناعيه دي بقى حاجه مكتسبه، او حاجه امراض بتبقى فيها خلل في المناعه دي بتحتاجها دكاتره مناعه. طبعا التقدم في السن ممكن يأثر على الجهاز المناعي، لان المعده والجهاز العظمي او الجهاز الهضمي مش بنفس الكفاءه واحنا شباب، فامتصاص المعادن ما بيبقاش قد كده، فاكيد بنلجا لمكملات غذائيه تدي دعم للفيتامينز والمعادن، فهي كلها حلقه واحده وكلها متوصله ببعضها. طيب برضو خلينا يعني نركز مره ثانيه على كيفيه ومعدل الاستخدام. احنا بنتكلم على حبايه واحده كل يوم بعد الفطار، يفضل ان هي تتاخد في النهار عشان الجزء التنشيطي نستفيد فيه واحنا في اشغالنا او في حياتنا. مهم ده جدا ان هي حبايه في اليوم، لان هو ده لايف ستايل، هو مش علاج لاي حاجه، هو داعم فقط. لو لان مثلا حد يقول لي دكتوره دينا عظم لما قاس الكالسيوم او قاس العظم او وات ايفر لقى الكثافه العظم، لا ده احنا هنروح لدكتور، لان بيدي سبلمنتس فيها تركيز عاليه جدا لمده شهر شهرين وات ايفر الدكتور بيقول ايه، وبعد كده نمشي على الب مالتي فيت لايف تايم. فدي مهم ان الب مالتي فيت هو قرص واحد تركيزاته معقوله جدا، اقدر اخدها يوميا. التركيزات يعني هي حتى اقل سنه من التركيزات اللي احنا محتاجينها يوميا، بس الفرق ده احنا بنعوضه بقى بالاكل السليم او الاكل الصحي. بالظبط.
طيب انا عايز بقى يعني ايه برضو اقول لك على شويه اسئله جات لنا من المشاهدين. اسراء مجدي بتصبح علينا وبتقول كنت عايزه اعرف هل الت مالتي فيت ينفع والدي ياخده وهو عنده 83 سنه وعنده سكر وضغط، وايه الجرعه المناسبه ليه؟ ربنا يديله طبعا الصحه. مهم جدا ليه طبعا مكمل غذائي زي الب مالتي فيت كداعم للصحه، لا يتعارض مع اي دواء هو بياخده من ادويه السكر، ولا يتعارض مع اي دواء لو عنده ضغط كمان، هو بالعكس هو داعم جدا. واوريدي فيتامين اي ضد الالتهاب لو ومضاد للاكسده، يعني لو عنده مثلا الكوليسترول عالي بيمشي على ادويه كوليسترول، بلس ان فيتامين اي حلو ان هو بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره ويزيد عنده الكوليسترول قوي. بنمشي على ادويه الضغط وادويه السيوله وادويه الكوليسترول، وباخد الب مالتي فيت معاه لايف تايم، ملوش اي اضرار خالص ولا يتعارض مع اي دواء بياخده. جميل. طيب سؤال تاني من عمرو امام بيقول كنت عايز اعرف هل المداومه على الب مالتي فيت ممكن تسبب اي زياده في الوزن؟ ده لو طلع كده ده انا هواظب عليه. لسه بتقول لا، شوف قبل الهوا كنا بنقول ايه، لو كده هواظب عليه واخد كل يوم اربع حبات مش حبايه. لا انا هشوف لك حاجه تانية غير الب مالتي فيت بقى. الحقيقي لو عايز تدخل الب مالتي فيت، لا ما بيش بيتخن للاسف. اوكي، يعني المداومه عليه مش هتسبب اي زياده. لا ده بيعلي الايض، بيعلي التمثيل الغذائي وبيحول الاكل للطاقه. لا ما بيتخنيش خالص. انت هتبقى عايز حاجه تانية هبقى اشوفها لك بقى. ده انا عايز معجزه. لا بس انا مع ده، انا بحب الرفيع. لا اندر ويت، اندر ويت لا، هو طول ما انت رفيع كده 5 6 كيلو كده الكاميرا بتحب الرفيع، يظبطوا الدنيا يظبطوا الدنيا ويتوزعوا كده على المساحه الشاسعه اللي انت شايفاها، يعملوا شغل كل كويس. دي مشكله كويس. دي مشكله حته الشهيه، واعتقد ان في ناس كتير ممكن يبقى برضو عندهم يعني نفس المشكله دي. والتدخين طبعا شيء تعيس، يعني شيء تعيس. بالمناسبه هل في برضه هرجع للسلوكيات والعادات والتفضيلات الخاطئه اللي عند كتير مننا كمصريين، هل في اكلات معينه مدمره لجهاز المناعه واحنا بنقبل عليها بنهم واحنا مش عارفين حجم خطورتها؟ في اكلات بتاثر طبعا، اي الزيوت الصفراء المهدرجه والحاجات دي طبعا لا انصح بيها. يعني كفايه مره في الاسبوع انا بشوف امهات لعيالهم يعني بيستسهلوا بقى محمر طبعًا. هم اصلا بيحبوا الحاجات دي، يعني انه صعب تقول له لا انا كل خضار كل سوديه لا صحيح. فدي طبعا يعني نحاول نحد منها. السويتس بتشوف ام مثلا، ده انا شفتها مع اختي مع بنتها، بنخش السوبر ماركت بتشتري الجيلي اللي مش عارفه ايه والايه، مش عايزه اقول اسماء كميه حلويات، قلت لها ده هيخلص في سنتين ولا هيخلص في يوم، عشان انا بدات مش قادره استوعب. بتعمل كده في وجودك وقدامك قدامي انت بالذات قدامي ما يتعملش معاك كده. انا براحتي يا دينا، قلت لها بنتك حرام. لا يعني لازم يبقى في وعي كده. بالمناسبه برضو خلينا ننور الحته دي للناس، لاولياء الامور والاهالي اللي بيتابعونا، لان كتير جدا منهم فعلا بيستسهلوا حتى في اللانش بوكس اللي بيدوه لاولادهم وهم رايحين المدارس. في كتير من الاحيان بتلاقي الحاجات اللي انت بتتكلمي عليها، اللحوم المصنعه، خطر في ايه بقى الموضوع ده؟ كلها مواد حافظه وكلها حاجات مش يعني، احنا طبيعي ان احنا بناخد حاجات فيها مواد حافظه غصب عننا طبعًا. بس ما كل البطرمانات لازم ده اكلنا، بس بنحاول ان احنا نقلل شويه، يعني نقلل، مش صعب ان احنا نمتنع، دي حياتنا. على رايك يا دينا ده احنا متحوطين بمواد حافظه والمواد اللي هي بتلون الحاجات طبعا، والالوان المصطنعه. طب احنا ازاي عارفين بنحاول بقى ان احنا ناخد فيتامينز نعوض، فيتامينز فيها انتي اوكسيدنتس، مالتي فيتامين، فيه فيتامين اي، لان فيتامين اي مهم جدا جدا كمضاد اكسده. احنا بناكل وبيحصل اكسده، نحاول ان احنا ندعم بمضاد اكسده. أوكي. من اهم مضادات الاكسده في الحاله دي فيتامين اي وسي، اي رقم واحد كمضاد اكسده، اوكي، سي رقم اثنين كمضاد اكسده، والب مالتي فيت بنصح بيه اكيد لان هو فيه الاثنين الحقيقه. طيب سؤال عكسي بقى عايز اساله لك، احنا اتكلمنا من شويه عن الاكلات اللي من شانها ان هي تدمر جهاز المناعه، هل العكس موجود؟ هل في اكلات معينه بجد بتدعم جهاز المناعه بصفه خاصه الجهاز ده؟ طبعا الخضار كله، يعني الخضار، السلطات كلها الياف وفيتامينات، ومع المكسرات مهمه جدا، المكسرات مهمه جدا، المكسرات موز وكاجو وفستق وبندق وانجمة، بس ما ناكلش كيلو ونقول مهم، هم حب يعني في اليوم ده دعم للطاقة جامد جدا. في اليوم اتنين كاجو على اتنين لوز حلوين جدا. السامن مش السموكت اللي هو المطبوخ، السمك السلمون اوكي، هايل كدهون صحية وداعم للأوميجا
ودايما الرياضيين بيهتموا دايما باكله بعد الجيم جدا يعني جدا. اللحوم، الدواجن مهمه، صدور الفراخ تحديدا طبعا الدواجن مهمه جدا لان فيها فيتامينز ومينرالز. اللحوم مهمه عندك لان اللحوم فيها الحديد، احنا محتاجين حديد. السبانخ، البروكلي، المشروم مهم جدا، المشروم مهم جدا، في كالسيوم، في حاجات كتير. احنا بالمناسبه المعادن والفيتامينز الموجوده في الاكل يعني لو احنا مثلا، انا هقول لك اي ارقام كده بس عشان اقرب وجهه النظر، انا مش فاهم طب، بس لو افترضنا ان مثلا المالتي فيتامين الفلاني سواء الب مالتي فيت او غيره مثلا، مثلا فيتامين كذا اللي فيه نسبته كذا، هل النسبه دي ممكن احصل عليها بالكامل من خلال اكل صحي ولا مهما اكلت هحتاج لدعم من المالتي فيتامين او المكمل الغذائي؟ احنا ممكن نعمل تحليل فيتامينز يعني كل الفيتامينز ليها تحاليل، اعتقد ما عدا المغنيسيوم لان المغنيسيوم بيبقى 1% بس في الدم، الباقي بيبقى في الانسجه والعضلات. أوكي. لكن كل الفيتامينز ليها تحاليل. لكن انا على طول بقول لو اي حد بيتفرج علينا عمل تحليلات طبيعي طبيعي. أوكي. وانا منهم، بتلاقي نقص في فيتامينات كتيره جدا، مهما حاولت تاكل اكل صحي بنلاقي بتلاقي نقص. فالفيتامينز او المالتي المكملات الغذائيه او مالتي فيتامين تركيزه عاليه جدا في فيتامين معين، ده بيبقى تحت يعني بيبقى مع الدكتور انه بيديله التراكيز العاليه قوي 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 دي لانه محتاجها جدا شهر شهرين زي ما الدكتور بيقول، وبعد كده لازم يكمل على فيتامينات تراكيزها معقوله كلايف ستايل ومش مضره وهتدعم لي صحتي ومناعتي وهتدعم لي طاقتي وصحه بشرتي وشعري. للستات كمان نقدر ندعم صحه بشرتهم وشعرهم بالمكملات الغذائيه اللي تراكيزها تنفع ان انا امشي بيها لايف تايم. جميل، سعداء كالعاده لوجودك معانا، نورتينا وقفتينا، وان شاء الله نشوفك على خير في الحلقه الجايه. ان شاء الله يا كريم، ميرسي، اشكرك يا دينا، وبنشكر كل حضراتكم على متابعتكم لحلقتنا. ان شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.